عمانيه. زين. فرابطه شركات سفر السياحه في اقليم كردستان والاخوه الشركات طرحوا المشروع وصار اتصال بيناتنا، رحبنا بالمشروع بانه يعكسون السياحه الدينيه لكربلاء والنجف وبغداد بالتحديد. جاءوا بوفد الى بغداد قبل ايام ماضيه، استقبلناهم، كان لهم استقبال في بغداد وكربلاء والنجف. صار رؤية وطرح في على الفنادق اللي موجودة في كربلاء والنجف وكذلك بغداد، وبالتالي حتى ذهبوا إلى البصرة ورأوا بعينهم يعني الأماكن السياحية، طريقة البرامج السياحية، أسعار الفنادق، التسوق، هذه كلها أمور تدخل في البرامج السياحية. بداية المشروع راح يكون هو في كربلاء والنجف بالتحديد وبغداد، يعني ياتي مرورا ببغداد وبعدين كربلاء والنجف. هذا حتى هذه الخطوات حتى تعزز من اللحمه الاجتماعيه استاذ. اكيد اكيد هي لحمه اجتماعيه، تراصف بين العوائل العراقيه من الاكراد والعرب وحتى المسيح. فهاي خطوه ايجابيه جدا، مشروع طيب من اخواننا في اقليم كردستان، رحبنا كنا به وساعدناهم هذا الموضوع. فراح تكون الانطلاقات بدايه الى بغداد وكربلاء والنجف، نظمنا برامج فيما بيننا، اتفاقات صارت مع الفنادق في كربلاء والنجف، والسادة المحافظين رحبوا بالموضوع في بابل وفي كربلاء وفي النجف وحتى في البصرة، لكن هي بداية الخطوة الأولى راح تكون في كربلاء والنجف. أنا أشوف هذا المشروع ممكن يدعم الوضع الاقتصادي، فنادق العراق راح تشتغل، حالة التسوق راح تنتعش، الأيدي العاملة ممكن تتطور، يعني تعرف السواح ممكن يحتاجون إلى أي موضوع.